وللمزيد أيضا حول ذلك ينضم إلينا الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بك دكتور في هذه التغطية الإخبارية. وبداية يعني لو تطرقنا إلى هذه الحرب القائمة في غزة وهذه المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، في رأيك هل بداية الحرب ستكون أكثر شمولية واتساعها سيشهد الشرق الأوسط يعني تكون حرب بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، روسيا وحلفائها أيضا من جهات أخرى؟ يعني من حيث المبدأ لا أحد يريد أن يرى حربا، لكن ما يجري ليس حربا بالمعنى الحقيقي للكلمة. ما يجري هو عدوان إسرائيلي من جانب واحد، حرب إبادة تشنها إسرائيل من طرف واحد، لأنه لا يمكن مقارنة القوة العسكرية والترسانة العسكرية الإسرائيلية بمقدرات الشعب الفلسطيني التي هي بالكاد تصل إلى درجة البساطة أو إلى حد البساطة. طيب دكتور محمود، نعم دكتور محمود، ربما استمعت إلى كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ قليل، والذي دعا ربما إلى أو أكد على المرجعيات الدولية الثابتة والمستقرة في القانون الدولي وفي العرف الدولي وفي الأمم المتحدة، واتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون والعرب، لكن لم تفعل طوال هذه السنوات. كيف تستقبلون هذه الدعوة المصرية للعودة مرة أخرى إلى أهمية السلام وأهمية المرجعيات الدولية المتفق عليها؟ موقفنا متطابق تماما مع الموقف العربي الذي عبر عنه أيضا بشكل جلي وواضح الرئيس. نحن نريد أن نرى نهاية للاحتلال، والموقف العربي يقوم على أنه الأساس لحل المشكلة هو إنهاء الاحتلال، لأن المشكلة بدأت بالاحتلال ولا تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال، وإلا سنظل نخرج من دوامة إلى أخرى ومن حلقة مفرغة إلى حلقة مفرغة أخرى. صحيح. وما قاله الرئيس السيسي هو يمثلنا ويمثل الموقف العربي ويمثل ما خرج بالأمس من بيان الجامعة العربية. هناك تطابق في الموقف العربي، ونحن نرى في مصر وفي العالم العربي بشكل عام والعالم الإسلامي عمقا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا، تربطنا نفس الدماء، نفس التاريخ، نفس الدين، نفس القيم، نفس المبادئ السياسية، ولذلك نحن نتطابق في موقفنا مع الموقف المصري ومع الموقف الأردني، الموقف السعودي، الموقف العربي بشكل عام الذي عبرت عنه بالأمس جامعة الدول العربية في بيانها. طيب معالي المستشار، غدا سوف يكون هناك لقاء هام بين وزير الخارجية الأمريكي والسيد أبو مازن الرئيس محمود عباس، إلى ماذا تهدفون من هذا اللقاء؟ هل يعني هذا اللقاء يمكن أن يتناول تهدئة أو مطالب واضحة من قبل الفلسطينيين لتهدئة ما يحدث هناك في قطاع غزة، أم أن لديكم ربما مطالب أخرى تتعلق بأصل هذه القضية وأصل هذه المشكلة والعودة مرة أخرى إلى المرجعيات الدولية؟ بكل تأكيد الأولوية اللحظية والآنية هي وقف العدوان. نحن نريد وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع، نريد حقن الدم الفلسطيني، ولا نريد أن نرى مزيدا من الضحايا، ولكن في نفس الوقت وبالتوازي مع ذلك وبالتزامن مع ذلك نريد أن نفتح الأصل المشكل. أصل المشكلة مرة أخرى أعود وأكرر ما قاله أيضا الرئيس أبو مازن، أن أصل المشكلة هو انسداد الأفق السياسي بفعل التنكر الإسرائيلي للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولة إسرائيل لإدامة الاحتلال لأرض الدولة الفلسطينية. غياب الحل السياسي، غياب السلام سببه وجود الاحتلال. حالما ينتهي الاحتلال لن يكون هناك شيء من الاصطراع أو شيء من التوتر، لأن الاحتلال هو سبب التوتر. حتى الثورات الفلسطينية المتكررة والمتعاقدة وحتى كل حركات الثورة الفلسطينية بدءا بالثورة الفلسطينية الأولى لعام 65 حركة فتح وإلى اليوم، كلها كانت نتيجة لوجود الاحتلال. لو لم يكن هناك احتلال فلماذا ستكون هناك مقاومة؟ إذن الأصل أن نذهب مباشرة بعد أن نضمن حقن الدماء ووقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، أنه لابد
من الذهاب إلى عملية سياسية ذات مصداقية بمرجعيات دولية واضحة أساسها القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية. دكتور محمود يعني أستأذنك بالبقاء معنا، يعني نشهد الآن ونشاهد الآن على الهواء مباشرة ذلك القصف الجوي الموجه لقطاع غزة، قصف مستمر على كل المناطق الحيوية وعلى المدنيين، ذلك القصف المستمر لمدة 6 أيام لا يهدأ، ويعني نتابع معكم على الهواء مباشرة لحظات لحظة بلحظة لهذا القصف. وعودة مرة أخرى لحضرتك دكتور محمود، لو تكلمنا عن الأطراف الدولية، هل تم تواصل معكم أي من الأطراف الدولية وكيف عبرتم عن الموقف الفلسطيني؟ كان هناك نشاط دبلوماسي محموم للقيادة الفلسطينية على مستويات عدة ومختلفة مع المجتمع الدولي، مع الإقليم، مع القيادات العربية والرؤساء العرب. أساس كما قلت مرة أخرى، أساس ما نريد هو وقف العدوان. الأولوية الآن كما قلت، الأولوية اللحظية الآنية لوقف العدوان، ثم لابد من فتح المسار السياسي والذهاب إلى فتح هذا المسار الذي أساسه إنهاء الاحتلال، لأنه لو توقف العدوان ولم يتم فتح مسار سياسي ولم يكن هناك عمل لإنهاء الاحتلال سنعود مرة أخرى إلى نفس الدوامة، لأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل ببقاء الاحتلال. والدفاع عن النفس حق مشروع، ومقاومة الاحتلال حق مشروع، ولذلك الأساس هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. طيب دكتور محمود، ماذا عن المسار الإنساني في قطاع غزة تحديدا؟ نتحدث عن انهيار تام للخدمات الأساسية، للكهرباء، للمياه، حتى هناك نقص كبير في الغذاء، واستهداف مباشر للمستشفيات هناك في القطاع الصحي في غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تقول أن 14 منشأة تضررت بشكل مباشر من هذا القصف. هل تحدثتم على مع أي من الأطراف الدولية، مع الأمم المتحدة، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بشأن هذا المسار؟ المسؤولين الإسرائيليين لا يتورعون عن التشدق بأنه والحديث بشكل مملوء بالوقاحة بأنهم بقرار إسرائيلي قطعوا الماء وقطعوا الكهرباء وقطعوا الوقود ومنعوا حتى المواد الغذائية. يعني أنا سمعت وزير الدفاع الإسرائيلي مباشرة يقول لا ماء ولا كهرباء ولا مواد غذائية ولا أدوية ولا وقود. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك حرب إبادة، حرب تجويع تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نحن من جانبنا وبالتعاون مع الأشقاء العرب وبعض المنظمات الدولية نعمل من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية الطبية والغذائية والوقود ومستلزمات توليد الكهرباء إلى قطاع غزة، حتى نضمن على الأقل الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية حتى لا تتفاقم المشكلة. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل مرة أخرى تعود وتهدد بأنها ستمنع دخول المستعدات الإنسانية.